السلام عليكم. دلوقتي في برنامج اسمه بس فاندر. البرنامج دوت بيديك دراسه للمسارات لو حصل حريقه، لو حصل اي حاجه لا قدر الله، لو انت عايز تشوف الناس مثلا هتخرج ازاي، اول ما جرس الفسحه يضرب مثلا في مدرسه وهكذا. بيبدا يديك الدراسه للحاجات دي كلها، تقدر تشغل تعمل اوبر رايت وتبدا تشوف السيموليشن. تقدر تبني المبنى دوت على البرنامج او تقدر تستورده من البرنامج. ده مثلا الصورة دي اللي بيحصل اهوت لما بيحصل حاجة. خلي بالك كده ممكن تغير شكل الناس وتقول له انا عايز اشوفهم كبيبول بشكل دوت. عايز تشوف الناس تمشي ازاي وتقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز اشوف المسارات اللي هما يمشوا فيها وتدرس التقاطعات والحاجات دي كلها. طيب دلوقتي لو انا عندي مبنى معين وعايز ادخله موجود في كده، ادخله ازاي؟ هاجي هنا هقول له نيو ماشي سيف. هتلاقي فيديو قبل دوت كان فيه ازاي تحمل ملف دوت. دلوقتي هقول له اعمل امبورت، فبيقول لي انت ممكن تعمل امبورت للملفات ديت اف دي اس بي اس ام اي اف سي، يعني اي حاجه تبع البيم تقدر تشتغل عليها، اي اف سي اكس ام ال دي اكس اف دي دبليو جي. طيب هقول له اوكي. ممكن نختار مثلا اف بي اكس. اروح دلوقتي على الدي بيم اكستنشنز. طيب دي مثلا فيلا انا ما جربتش الصراحه، بس خلينا نفتحها اوبن كده. بيقول لي نيو موديل ولا كرنت موديل، مش هتفرق لان هو ملف جديد لسه. طيب البرنامج اللي هو كان اتعمل منه اكسبورت هنشتغل بالمتر ولا بالمليمتر. نكست نكست فينش. هيبدا يظهر معايا الموديل بالشكل دوت، وده اللي نقدر نعمل عليه السيموليشن زي ما نشوف مع بعض في الدروس اللي جايه. هاجي هنا هقول له ان انا عايز اعملها روتيت وابدا احرك المبنى بالشكل دوت. وتقدر تضيف بقى الناس، وتقدر تضيف الادوار، وتقدر تضيف ده مش مع بعض، يعني تقدر تضيف شخص واحد اهوت تمام اهو. او ده ممكن تعمل سيلكت على المشروع ككل، وتقدر تعدل الزد بتاعه وتعدل الارتفاع بتاعه كل حاجه، هيئة الخصائص بتاعته الموجودة. تقدر تغير اللون بتاعه مثلا اهوت. تقدر تغير الماتيريال لو انت عايز الكوبانسي الاكس والواي والزد، تقدر تعدل فيهم زي ما انت عايز. طبعا تقدر تعمل سيلكت على عنصر، تقدر تشوف الخصائص بتاعته، تقدر تيجي هنا من فيو وتقول له اخفي لي الامبورتد جيومتري الشكل اللي احنا دخلناه اهوت، وتقدر تزيره تاني وهكذا. ان شاء الله في الدروس الجايه هنبدا نشوف ازاي ندخل العناصر عليه، او ازاي احنا نرسم الفلور ونرسم الوول ونرسم الدورز. كل ده ان شاء الله في الدروس الجايه باذن الله.